احوالنا كده ونشوف ايه اللي بيحصل بالنسبه للاوكازيونات. ناس كتير بتنتظر الاوكازيون، بتبقى فرصه ان الناس تشتري اللي هي عايزاه باسعار مقبوله بالذات للاسر المصريه. هتبدا وزاره التموين والتجاره الداخليه العمل بالاوكازيون الصيفي 2023 اعتبارا من يوم 7 أغسطس المقبل، يعني من يوم 7 أغسطس القادم بإذن الله، ولمدة شهر حتى 7 سبتمبر أو 6 سبتمبر إن شاء الله هيكون ده شهر الأوكازيون. وطبعا كل المحلات التجارية بتشارك أكيد في الأوكازيون، عليها كمان إنها تتوجه مسبقا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرتها للحصول على الموافقة، لأنه طبعا عشان تخش الأوكازيون لازم يبقى عندك موافقة وتلتزم بكل الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة بالبيع، وأيضا يبقى في بيانات خاصة بيها على الثمن وتبقى موجودة على البضاعة المباعة، وده خلال الشهر السابق للتصفية. من المتوقع أنه يشارك عدد كبير الحقيقة من المحلات التجارية في الأوكازيون. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل مع الأستاذة سماح هيكل عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة. مساء الخير أستاذة سماح. مساء الخير أستاذة شفكي. يعني 7 أغسطس هتبدأ كده الأسرة المصرية تعرف إنه ده خلاص، يعني بنتكلم على يعني أسبوعين تقريبا الناس تقدر، فعايزين نعرف الناس هتستفيد بإيه وأيضا المحلات التجارية تلتزم بإيه. تمام. أولا كل سنة وكل المشاهدين طيبين وبخير بمناسبة الأوكازيون الصيف إن شاء الله. المواطنين هيستفادوا أو المستهلك هيستفاد بإيه؟ هيستفاد بنسبة خصم كبيرة على المنتجات كاملة، سواء كانت حريمي أو رجالي أو أطفال، بكل الفئات، وطبعا هياخد عليها نسبة تخفيض كبيرة ما كانش يقدر يجيبها في أول السيزون بنفس السعر، وخلال فترة الأوكازيون هيجيبها بنسبة تخفيضات ممكن تتعدى 70% كمان. تمام. ده بالنسبة للمستهلك. بالنسبة للمحلات طبعا ده الأوكازيون بيبقى فرصة كبيرة جدا لتنشيط حركة التجارة الداخلية بالنسبة للأسواق، ودي بتبقى فرصة كويسة إن هم يتخلصوا من المخزون الموجود من الملابس الصيفية، علشان إن شاء الله خلال شهر 9 وشهر 10 هيبتدي التعاقد بالنسبة للجملة على الموسم الجديد اللي هو شتاء 2024 إن شاء الله. فطبعا هو مش من مصلحته إنه يفضل عنده طبعا كميات من الملابس الصيفية تكون عنده في المحل، ففرصة كويسة إن هو يقدر يبيعها. تمام. هل كل المحال هناك شروط علشان يدخل الأوكازيون بالنسبة للمحال التجارية؟ طبعا لازم يبقى ورقه قانوني جدا وعنده بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، ما يبقاش حد فاتح بشكل غير قانوني ويطلب ان هو يشارك في الاوكازيون، ده اساسي. طبعا في ضوابط معينه لاي حد من اصحاب المحلات عايز يشارك في الاوكازيون، وطبعا اولا هو بيتوجه يعني لاقرب مديريه ولوزاره التموين والتجاره الداخليه تبع دايرته، وبيتقدم بطلب وبيملى استمارة مشاركة وبيتم إصدار تصريح ليه وهو واقف. ده بالنسبة للضوابط اللي يعني ده ضابط من الضوابط اللي بتكون موجودة اللي المفروض يتبعها. في كمان بيبتدي بقى دور الأجهزة الرقابية بعد ما بيتم تسجيل المشاركة من خلال الاستمارة دي، بيبتدي بقى الأجهزة الرقابية تبتدي تتابعه وتبتدي تراقب وتشوف هل العروض المقدمة عروض حقيقية ولا لا. وطبعا الأوكازيون عايزين نقول برضو ان هو مش إجباري للمحلات، اي محل عايز يشارك يقدر يشارك فيه، ولكن في ضوابط بقى كتير بيتحط بقى، لازم يحط السعر قبل وبعد قبل ايوه عشان المستهلك يعرف قد ايه مثلا نسبه التخفيض، والناس بترتاح للحكايه دي، يقول لك ده كان ثمنه كذا انا هاخده بكذا، ده سعر كويس. بالظبط بالظبط. تمام. مهم جدا طبعا يكون ده شرط من الشروط انه يكون حاطط ده، ودايما المشارك في الاوكازيون بيكتب سيل على المحل بتاع المحل او اوكازيون. طبعا اي حد كاتب سيل او اوكازيون على المحل ده بيبقى مشارك، والناس تخش تبقى مطمنه جدا تشتري. ولو حد لقى اي حد مخالف للكلام ده وحد بيقول ان هو مشارك وميلي تخفيضات وهميه، من حقه ان هو يبلغ عنه او ان هو يتقدم اللي هي حقوق المستهلك، يعني انه يستعمل حقه يعني. بالظبط كده. تمام.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة سماح هيكل، ونتمنى إن شاء الله إن الأوكازيون يبقى مثمر بالنسبة للمستهلك وأيضا لأصحاب المحال. أستاذة سماح هيكل عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، بشكرك شكرا جزيلا.